السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير. حياكم الله من طيبة الطيبة مدينة المصطفى المنورة، على صاحبها وساكنها ومنوريها أفضل الصلاة وأتم التسليم. الليلة هي ليلة الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا كذلك غدا التبكير إلى صلاة الجمعة، وكذلك قراءة سورة الكهف، ولا تنسوا ساعة الإجابة، ادعوا فيها لأنفسكم، لوالديكم، لمن تحبون، ولا تنسوا أهلنا في غزة من الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وأن ينفس كربهم وأن يجبر كسرهم، أن يتقبل أمواتهم في الشهداء وأن يعافي الجرحى منهم يا رب، اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم على عدونا وعدوهم يا رب. طيب، اليوم نحن محتوى المقطع في هذا المكان، ونحن على مقربة من المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي الشريف بعد هذا الكوبري مباشرة، أو بعد هذا الطريق اللي تشوفه الآن. هذا الطريق هو الطريق الدائري، واللي ما يعرف المدينة، نحن الآن في الجهات الغربية للمسجد النبوي الشريف. ما نبعد إلا بنحو تقريبا، خلينا نقول 700 متر أو 600 متر عن المسجد النبوي الشريف. وهذا الحي اللي هنا هو حي السيح، تمام؟ حي السيح يعني من أقرب الأحياء إلى المدينة المنورة. ومحتوى المقطع اليوم اللي نحن جالسين نصوره لكم هو عن أقرب المطاعم. طبعا هذا تلبية لكثير من التعليقات اللي يعلقوا لنا، يطلبوا أنه المنطقة المركزية ما هي مخدومة بالمطاعم، فنبغى المطاعم اللي تكون قريبة من المسجد النبوي الشريف. فنحن الآن حيكون سيرنا على هذا الطريق اللي هي امتداد الجهة الغربية كاملة للمسجد النبوي الشريف. إذا كان تبغى الأبواب الخارجية من المسجد النبوي الشريف كيف نوصل إلى هذا المكان، حنعلمك عن أرقام الأبواب. تقريبا أرقام الأبواب حتبدأ من 312، تمام؟ 312 إلى تقريبا 326، هذه كل الأبواب مطلة على الجهات الغربية اللي نحن الآن جالسين نصور فيها، تمام؟ فهذه الجهة طبعا يقابلها في هذه النواحي حيكون عندنا باب رقم 326، تمام؟ 326 هذه أقصى الجهات الشمالية الغربية. يعني شوفوا، نحن هذه الجهات هي الجهات الغربية الشمالية اللي هنا، لما نمشي طوالي حتكون الجهات الشمالية، ونحن الآن في الجهات الغربية، فهذه أقصى الجهات الشمالية الغربية. فنحن الآن حنمشي من الجهات الشمالية الغربية إلى الجهات الجنوبية الغربية، تمام؟ على امتداد هذا الطريق حنوريكم إيش في مطاعم. طبعا أنا ما بقيم المطاعم، سواء مطاعم جيدة مطاعم غير جيدة، أنا بعلمكم على أماكن المطاعم. طبعا خذوها قاعدة، حي السيح مليان مطاعم. على سبيل المثال حناخذ من هنا، عندنا هنا في مطعمين تركيين، مطعم الهدى التركي وعندنا مطعم فطائر التقوى. هذه كلها ما شاء الله، يعني على ما يبدو دائما المطابخ التركية يعني ما شاء الله تمتاز بجودة الأكل. أنا شفت أكثر من مطعم للمأكولات السودانية، إخواننا السوادنا يعني ما شاء الله، إذا مشتهين أي شيء فهنا موجود. بوفيهات وكافيتريات مليانة هنا في هذا المكان، فبإمكانكم أيضا تأكلوا. مأكولات شعبية أيضا موجود عندنا، بلقيس، مطعم اسمه بلقيس أظنه معروف هنا في المدينة، ولو عديد من الفروع ربما. فهذه من الناحية اللي هي جهة حي السيح. الآن نحن حنمشي وحنشوف كذا أمامنا في عديد من حتى الفنادق، يعني الفنادق اللي هي الرخيصة ممكن أيضا تستأجروا فيها. هذه الفنادق اللي هنا على امتداد هذا الطريق اللي هي خارج المنطقة المركزية، تمام؟ خلونا نقطع نعبر الطريق. ولو تلاحظوا أيضا في محلات تجارية عديدة. طبعا هذه الفنادق غالبا جودتها ما هي قد كده، فلذلك يعني غالب الحملات اللي يكون فيها اللي هي من شرق آسيا، إخواننا في باكستان، إخواننا في بنغلاديش والهند وغيرهم، يعني كلهم بيسكنوا فيها. فاللي أموره المادية ممكن تكون متعسرة فممكن ينزل في هذه الفنادق، تمام؟ خلونا نكمل طريقنا. الهدف يا جماعة المطاعم، تمام؟ المطاعم في الجهات الغربية. والبعض حيقول انه هذه المطاعم ما تنفع وكذا، يعني انا الان ماني بصدد اني اقيم المطاعم. شوفوا الان المنطقة المركزية اصبحت بشكل واضح، شوفوا المنائر، منائر المسجد النبوي الشريف
أظن واضحة لكم. فهذا هو البعد والقرب من المسجد النبوي الشريف، وهنا طريق السلام اللي حتمشي فيه إلى جهة السلام، تمام؟ طيب عندنا هنا أنا شايف مطعم شاهين، مأكولات باكستانية وغيرها من المأكولات ما شاء الله، جلسات برا طبعا في الهواء الطلق ما شاء الله. طبعا هنا ايش يبيعوا؟ المأكولات الباكستانية، يعني انا ما اعرف الا اكلة اسمها فراطة. فراطة يعني هي عبارة عن بليلة وفيها الإدام حقها، وعندهم بشكل عام يعني موضوع الإدامات كلها هذه في عندهم، خصوصا الإدامات الحارة هذه منتشرة. هنا ايش في عندنا؟ هنا محلات تمور قالات، وهنا عندنا مطعم ماجد ايضا مأكولات باكستانية. اللي يظهر انه هنا اغلب المطاعم كلها يعني مطاعم باكستانية، بحكم انه الفنادق اللي هنا يعني فنادق صراحة متواضعة شوي، فاغلب اللي يسكن فيها اللي هم يعني زي ما قلنا اللي هم من شرق اسيا، ما ادري يعني اصلا باكستان هذه من شرق اسيا ولا، المهم تقريبا هي شرق اسيا او جنوب شرق اسيا. وهنا لو تلاحظوا في عندنا هذه اللوحة مكتوب عليها الميقات والقصواء، الميقات يعني ميقات أهل المدينة، اللي بيروح على الميقات يجي على هذا المكان ويركب في الباص اللي هو الترددي، بياخذ منك 3.75 ريال تقريبا، تمام. هنا عندنا مطعم آخر، مطعم ناية ما شاء الله، شاورما ويعني مأكولات تركية. اللهم بارك. السلام عليكم. اللي يظهر هنا المنطقة كأنه أغلقت، كانت هذه المنطقة منتعشة في عديد من المحلات ما شاء الله. لكن على فكرة طبعا هذا مدخل آخر لحي السيح، فهذا المدخل ترى أيضا لو دخلتم إلى الداخل حيكون مليان مطاعم في الداخل، ما أدري هل أغلقوها المطاعم اللي جوا ولا لا، الله أعلم. فنحن الآن حنكمل مسيرنا بإذن الله تعالى. شوفوا هذه المنطقة المركزية الغربية لا تزال على يسارنا، ونحن نمشي عن يمين المسجد النبوي الشريف، تمام. هذه دخلة حي السيح، تمام، خلينا نصورها لكم أيضا. وهذه المنطقة لي ذكريات فيها، أذكر يمكن في عام 2005 يعني قبل تقريبا قرابة 20 سنة أول زيارة لي للمدينة. طبعا نحن أول ما جينا المدينة، بس سبحان الله ما دخلنا المسجد النبوي الشريف، على طول توجهنا إلى ينبع، سكننا في ينبع فترة، فكانت أول استقرار في المدينة يمكن يومين أو ثلاثة، أخذنا فندق اسمه ريحانة مبارك، كان في مجموعة اسمها مجموعة مبارك في هذه الناحية، فإلى الآن أذكره فندق ريحانة مبارك. كنت أبحث كده عن مطاعم، كنت صغير لسه، فكنت أبحث عن مطاعم فما وجدت إلا مطعم في هذه الناحية، كان مطعم اللي هو فلافل أو الطعمية خلينا نسميها. فعلى كل حال هنا عندنا عديد من المطاعم، منها مطاعم مأكولات مصرية اسمه مطعم خطاب، أهلنا في مصر يعني أكيد بيعرفوا. وهنا زي ما شايفين الدنيا مزدحمة ما شاء الله، في بعض الفنادق هنا أيضا اللي هي صراحة فنادق البسيطة، وفي ما شاء الله ازدحام وفي كثافة سكانية في هذا المكان، وفي أيضا محلات تجارية عديدة، ومثل ما ذكرنا في مطاعم عديدة. طيب الآن الطريق اللي ماشي على اليمين كذا هذا حيودينا إلى شارع السلام، تمام. وهنا منطقة باب السلام، إذا رحت على طول حتوصل عند باب السلام اللي يوصل إلى السلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المكان أذكره إلى الآن كان عبارة عن مطعم أيضا قديم، هذا الكلام مطعم اسمه مطعم حضرموت ما شاء الله، لكن الدنيا تغيرت سبحان الله. الآن احنا حنقطع الطريق، حوقف شوي كذا التصوير، تمام، حتى نوصل إلى هذيك الجهات وبعدها نكمل معكم تصوير. شوف هنا المسجد النبوي الشريف أظنه واضح، وهذا كوبري اللي هو الملك فيصل، هذا أو طريق الملك فيصل اللي هو الدائري الأول. خلاص خلينا مشغلين التصوير، المدينة ما ينشبع منها، لو صورنا الأرض فهذا خير وبركة. المدينة المنورة راحة سكينة، والآن المدينة يعني طبعا يوم الجمعة هذا يوم لوحده يوم آخر،
كثير من الناس بيجوا إلى المدينة عشان بس يصلوا صلاة الجمعة، خصوصا إخوان العمال ما شاء الله حصلهم يعني ما عندهم إلا هذا اليوم يوم إجازة، وبيتفرغوا لهذا اليوم عشان يجوا بس إلى المدينة عشان يكسبوا صلاة الجمعة. فما شاء الله الله يفتح عليهم ويتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال. شوفوا الآن نحن طبعا تقريبا وصلنا إلى محاذاة اللي هي منطقة المساجد النبوي، أو باقي شوي كده ونوصل إلى محاذاة منطقة المساجد، مساجد الأعياد، المساجد النبوية اللي أقصد بها اللي هي مساجد الأعياد أو مصليات الأعياد اللي كانت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هي أربع مساجد: مسجد الغمامة، تمام، مسجد الغمامة ومسجد أبو بكر الصديق، وعندنا مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كل هذه الآن صارت بمحاذاتنا على يدنا اليسار، تمام. طيب مكملين معكم. هذا الحي أصبحنا الآن في حي اسمه حي السقية، هذا الحي اللي على يميننا حي السقية، يعني من أهم وأبرز المعالم المرتبطة فيه. طبعا ليش سمي بحي السقية؟ نسبة لآبار السقية اللي تنسب للصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. منطقة السقية هي منطقة تجهيز جيش النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بدر، فيها النبي عليه الصلاة والسلام رد من رد وأجاز من أجاز، وحصلت قصة جميلة لعمير بن أبي وقاص لما كان يتوارى عن القوم. ما شاء الله هنا عندنا منطقة مجمع كله محلات تجارية ما شاء الله. نكمل طريقنا، وفي مطاعم، في بعض المطاعم وفي بعض الفنادق القديمة. بعض الناس سألوا في التعليقات انه نبغى فنادق في المنطقة المركزية اقل من 60 ريال او 60 ريال واقل. شوف المنطقة المركزية هذه كلها لو لفيتوها كلها ما حتحصلوا اقل من 200 ريال، تمام، ما في اقل من 200 ما في، لكن خارج المنطقة المركزية موجود بتحصله، لكن فنادق مشي حالك. هنا عندنا مطعم كباب باكستاني، وهنا في فنادق شقق جوينة، شقق مخدومة، وهنا عندنا أيضا مطعم كباب باكستاني، مأكولات باكستانية. زي ما قلت لكم هذه الجهات يعني هي الجهات زي ما يقولوا المحببة عند إخواننا باكستان والهند وبنغلاديش وغيرهم من هذه المناطق. لذلك زي ما شايفين تجدوا فيها زحام شديد ما شاء الله ما شاء الله. وهذه محلات تمور، محلات ملابس وغيرها من المحلات. المنطقة المركزية طبعا احنا ليش جينا على هذا المكان؟ لانه المنطقة المركزية ما هي مخدومة بالمطاعم، يعني ما فيها الا كافيتريات، فقط كافيتريات و يعني سوبر ماركت، يعني اشياء الاساسية. بينما يعني اذا بسم الله اذا شخص يعني حابب انه يعني يبحث عن مطعم، فنحن جينا على هذه الأماكن عشان نوريهم إيش في خيارات. زي ما شاهدوا فندق برج المختارة ما شاء الله، وين محلات هذا فندق رؤى الخير ما شاء الله. الكاميرا بيضت ما شاء الله. نكمل معكم، هذا فندق المنازل وديار المدينة اللي يظهر انه هذا هو اخر المطاعم، مطعم ثقافة المدينة، وعلى ما يبدو انه فيه رز ودجاج وغيره. خلينا نتجاوز، خلاص نحن كده وصلنا الى اقصى الجهات الشمالية، او عفوا اقصى الجهات الجنوبية الغربية. خلاص الان بعدها ما عاد في عندنا اي شيء، هذا هو اخر المطاعم الموجودة في هذا المكان. بعد عندنا الأمارة، وكذا وصلنا إلى الجهات الجنوبية، تمام. فشايفين هذه المسافة اللي مشيناها، مشينا الآن التصوير 14 دقيقة، فالمشي يقدر ب 14 دقيقة حتى توصل إلى هذه الجهات، أو أنك تلف الجهات، تمشي في الجهات من أقصى الجهات الشمالية الغربية إلى أقصى الجهات الجنوبية الغربية، تمام، ربع ساعة. نحن خلاص كذا نحن بمحاذاة عدينا منطقة مصليات الأعياد اللي هي في هذه الجهات تقريبا، عديناها وخلاص الآن وصلنا إلى
منطقة الأمارة، وهنا عندنا حوش الراعي. هذا حوش الراعي من الأحواش القديمة اللي موجودة في المدينة المنورة، من معالمها المعروفة. الآن لو أخذنا على اليمين هنروح على منطقة العنبرية اللي فيها مسجد عبد الحميد الثاني، واللي فيها أيضا محطة استسيون المدينة المنورة، اللي فيها أيضا مسجد السقيا، اللي عندنا ديار بنو دينار من الصحابة الأنصار من الخزرج. أيضا فيه من المعالم المهمة مسجد المنارتين، يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد المنارتين. عندنا مسجد المالحة اللي هو مسجد المغيس، أيضا مسجد بنو دينار اللي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كلها معالم في هذه الجهات، بالإضافة إلى أنه عندنا في هذه المنطقة ديار بنو زريق اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى لهم في موضع مسجدهم تعجب من اتجاه قبلته، يعني كان متجه بنحو القبلة وكأنه يعني معير تعيير دقيق. فلذلك يعني أيضا من المواضع التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في مسجد بني زريق. هذا ما أحببنا أنه يعني نعطيكم إياه في هذه التغطية اللي هي موضوع المطاعم، بالإضافة إلى أنه أعطيناكم بعض المعلومات يعني الإثرائية اللي إن شاء الله نكون قد أفدناكم بها واستفدتم منها. ونحن أصلا نحن جايين نصور نحن جماليات المدينة، فالهدف يعني غير أنه نصور موضوع المطاعم، أيضا نصور لكم شيء من جمال المدينة اللي نحن يعني الحمد لله نعيش ونشعر به. المشي في هذه المدينة الطيبة هذا بحد ذاته يعني نعمة وفضل من الله عز وجل. أنس بن مالك رضي الله عنه يعني كان إذا قدم إلى المدينة، اللي هو إمام دار الهجرة في المدينة المنورة، كان إذا قدم من سفر وصل وبانت معاه جدرات المدينة، إيش كان يسوي؟ كان ينزل من على دابته ويمشي زي ما نحن الآن جالسين نمشي، وكان يقول كيف لا أمشي في أرض مشى فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فهذه من النعم، المشي في هذه الأرض الطيبة هذه من النعم اللي كثير من أهل المدينة صراحة مقصرين فيها. فشوفوا الآن نحن المشي ما أخذ معنا تقريبا ربع ساعة، خلونا نقول مشي ذهاب وربع ساعة إياب. فالحمد لله على هذه النعم اللي نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا منها وأن يرزقنا الأدب وحسن الجوار في مدينة المصطفى المختار. والحمد لله رب العالمين.